مين انت؟ انت مين؟ ايه والله بعض في صابون. يلا دقيقة هلا رايح اغسل شعري. يا دخيلك بكفك لا تنسنا. يا خلوني. يا الله يا صار لازم اتحمم، صار لي زمان ما اتحمم. طيب ابو حسين دخيلك ما تطول بالحمام. لك انت شو دخلك؟ لكيني اخر مرة قعدت يومين عم تتحمم، يومين. انا ضليت يومين؟ شو هالحكي؟ طب قوم حضري لي التياب. يا دلي ويا عيني يا ابو حسين. ابو حسين ما تطول، الاولاد كمان بدهم يتحمموا. سألوني انت من وين؟ قال دقيقة قال بابا. يلا يلا ابو حسين اطلع، صار لك ساعة. يا عم دقيقة وبخلص، اصبر شوي. ريحة ارضي عم تنزل. لا حول الله. ابو حسين صار لك 3 ساعات. يا عم دقيقة، شو صاير معكم؟ هيا انا جايك. يا علي قل له يعجل. يلا يا بابا. ابو حسين صارت الدنيا ليل. يلا خلص. يا الله يا ابو حسين. معقول يا امي دي تنسينا عم يتحمم؟ ايه والله يا ابني شايف ما عاش فيي. معلاش. واخيرا بيك خلص يتحمم. الحمد لله. مين انت؟ انت مين؟ انا مرتك وهيدا ابنك علي. لك صار لك 30 سنة عم تتحمم. تعال اقلك ليش طالع وشعرك كله صابون؟ كيف هيك؟ ايه والله بعض في صابون. يلا دقيقة هلا رايح اغسل شعري. دخيلك بكفك لا تنسنا. خلوني.